أهلا بكم متابعينا الكرام. الصومال تلك الدولة المدمرة ينظر إليها الكثير منا على أنها دولة ليست لها قيمة، ولكن اليوم أقول لكم انتظروا وسوف تعلمون أهمية تلك الدولة للإسلام والمسلمين. اليوم سوف نتحدث عن القائد الصومالي العظيم الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي وما فعله لحماية قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنقذ قبر النبي من بطش البرتغاليين. السلطان أحمد ابن إبراهيم الغازي المعروف بأحمد غري كان الإمام من سلاطين الصومال الذين غزوا الحبشة وهزم العديد من الأباطرة الإثيوبية وألحقت الكثير من الضرر وهزائم في ذلك المملكة. مع مساعدة من الجيش تتكون أساسا من الصوماليين، وشرع الإمام أحمد الملقب بالغري، وتعني تلك الكلمة الأشول، في غزو ما يقرب من 3/4 الحبشة التي هي إثيوبيا حاليا، وضمها تحت سلطته خلال الحرب العدلية الحبشية عام 1529 و1543. الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي هو أعظم سلاطين المسلمين الذائع الصيت المشهورة، كانت له المعارك الخالدة، كاد يفني الحبشة لولا تدخل البرتغاليون وأوروبا. استشهد في معركة ضد البرتغال والحبشة. اختلف المؤرخون كثيرا في انتساب الإمام ما بين من يرونه صوماليا أو سودانيا أو إثيوبيا، إلا أن معظم المؤرخين رجحوا على أن الإمام صومالي ينحدر من قبيلة مريحانا، وهي إحدى قبائل الصومال ومن أكبر فروع قبائل الدارود بن إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي العقلي. ويعتقد بعض المؤرخين أيضا أن الإمام كان من أسرة عربية يمنية الأصل هاجرت إلى الصومال في أوائل القرن 13 الميلادي. في البداية أرادت الإمبراطورية البرتغالية سرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك تحالفت مع إمبراطورية الحبشة وأرسلت جيوشها بقيادة كريستوفاو دي ابن المجرم فاسكو دي، حيث استطاع احتلال ميناء مصوع في إريتريا قبالت سواحل الجزيرة العربية من جهة الغرب تمهيدا للوصول للجهة الأخرى. قاومه المسلمون في إريتريا، إلا أنه سيطر عليها بعد مذابح وحشية وتدمير الكثير من المساجد. كانت هناك في ذلك الوقت دولة إسلامية في شمال الصومال وأجزاء من إثيوبيا تسمى مملكة عدل تحت قيادة البطل الصومالي أحمد ابن إبراهيم الغازي، وتقدم هذا البطل للدفاع عن الأمة الإسلامية وألحق بالغزاة الكثير من الهزائم، حتى وصل إلى جيش كريستوفاو دي، وأرسل الإمام أحمد الغازي رسالة إلى كريستوفاو يخيره بين الرحيل من الحبشة أو الانضمام إلى جيشه أو مواجهة جيش المسلمين. رفض كريستوفاو العرض وسخر من القائد أحمد الغازي. تقدم البطل أحمد الغازي بجيشه الذي يضم الفرسان الأفارقة من مسلم الصومال وإثيوبيا وإريتريا وقوات خاصة كان قد أرسلها له السلطان العثماني سليمان القانوني من الترك والألبان، ومعهم المدفعية العثمانية والفرسان العرب الذين جاءوا من اليمن عن طريق البحر الأحمر لمواجهة الغزاة. في بداية الأمر كانت الغلبة لجيش التحالف الصليبي، كما أصيب القائد الصومالي أحمد الغازي، ولكنه أصر على مواصلة القتال، حيث عسكر بجنده بالقرب من بحيرة أشنجي بمنطقة وفلة وهي اليوم في إثيوبيا. وفي اليوم 28 من أغسطس من عام 1542 وقعت معركة وفلة، وهي من أهم معارك التاريخ الإسلامي. في هذه المعركة انتصرت قوات التحالف الإسلامي على قوات الغزاة الصليبيين، كما أصيب القائد البرتغالي كريستوفاو في ذراعه وحاول الفرار، ولكن الإمام أحمد استطاع اللحاق به ونفذ بنفسه حكم الإعدام لهذا القاتل الذي دمر الكثير من المساجد وقتل الأبرياء. وبعد هذا الانتصار الكبير توغل الإمام أحمد في أرض الحبشة حتى وصل إلى أعماقها، وبعد الكثير من الانتصارات سقط هذا البطل شهيدا في إحدى المعارك.
يقول عنه المؤرخ عبد القادر العيدروس في كتابه النور السافر في أخبار القرن العاشر: ولم يزل أمر الإمام يعظم حتى صار إلى ما صار إليه، وفتح كثير من بلاد الحبشة، ونقل عنه ما يبهر العقول، حتى أن بعضهم قال: لا تشبه فتوحاته إلا بفتوحات الصحابة رضوان الله عليهم. رحم الله السلطان الصومالي الإمام أحمد ابن إبراهيم الغازي بطل الإسلام، وأعز الله الإسلام وشرح قلوب العباد لتطبيق شرعه وشريعته. اللهم أمين. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب واترك رأيك في التعليقات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.